مشاهدينا، نعود إلى موضوع الأتربة والغبار في المملكة العربية السعودية، وللإطلاع أكثر على حالة الطقس داخل المملكة من هناك ينضم إلينا ضيفنا الكريم نواف الشريف، مساعد الناطق الرسمي للأرصاد الجوية. سيد نواف، صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا أطلعنا أكثر على صورة الأجواء داخل المملكة اليوم، وإلى متى ستستمر موجة التراب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حالة الطقس اليوم إن شاء الله متوقع على المملكة العربية السعودية استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الشمالية والغربية، تصاحبها برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدني في الرؤية الأفقية. كما تبدأ درجات الحرارة بانخفاض ملموس على وسط وشرق المملكة، يصاحبها ذلك رياح شمالية غربية نشطة قد تصل إلى أقل من 2 كيلومتر بالساعة إن شاء الله. طيب سيد نواف، صوتك واطي جدا بالنسبة لي، أريد أسألك كم يوم راح تستمر موجة التراب والغبار هذه داخل المملكة العربية السعودية؟ استمرار الغبار إن شاء الله على المنطقة، على المملكة إن شاء الله اليوم الأربعاء إن شاء الله يكون نهايتها بإذن الله تعالى، وسوف يكون هناك هطول لأمطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة والمنطقة الشرقية حفر الباطن. يلي ذلك إن شاء الله مساء انخفاض درجات الحرارة مع تحول الرياح شمالية إن شاء الله. طيب أستاذ نواف، بماذا تنصحون السعوديين في ظل هذه الأجواء، خاصة الأطفال، خاصة ما لديهم الربو وأمراض الحساسية وأمراض الصدر؟ تعمل الهيئة العامة أرصاد حماية البيئة توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلب الطقس في مثل هذه الحالات، كما ندعو جميع المواطنين إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها. طيب أيضا أود أن أسألك سيد نواف، موجة الغبار هذا هل يمكن أن تؤثر على بقية الدول المحيطة بالمملكة العربية السعودية، أم هي فقط ستقتصر على داخل المملكة؟ ممكن مثلا أن تأتي إلى الإمارات، إلى العراق، سوريا؟ لا، ستقتصر إن شاء الله على المملكة العربية السعودية. طيب هل يمكن أن تخفض درجات الحرارة هذه موجة التراب والغبار؟ نعم، اليوم إن شاء الله مساء سوف تنخفض درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة وعلى وسط وشرق المملكة بإذن الله تعالى، مع إمكانية لهطول أمطار رعدية. بعد أن تزول موجة الغبار هذه، هل يعود الطقس لسابق عهده سيد نواف، أم تحسن في درجات الحرارة، أم ماذا؟ لا، تحسن، حيكون هناك انخفاض لدرجات الحرارة كما هو متوقع في فصل الشتاء. بالعادة سببها من أين موجة الغبار هذه سيد نواف؟ هي الرياح نشطة جنوبية داخل على مناطق شمال وغرب وسط المملكة. طيب شكرا، سرعتها الأكثر من 50 كيلو. نعم، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا نواف الشريف، مساعد الناطق الرسمي للأرصاد الجوية، حدثنا من السعودية.